عام 2009 حدثت لك إصابة حادة، تعرضت لإصابة حادة منعتك من مواصلة اللعب، ولكنك لم تقبلي بأن تكون بطاقة حمراء تقصيك من عالم كرة القدم. حدثينا عن تلك الإصابة، عن تلك الفترة الصعبة. كان عام 2009 كمان. صح. هاي فترة كتير كانت صعبة بالنسبة لي، حتى ممكن تكون أصعب من كل الظروف اللي مريت فيها. لما تحسي إنه حياتي اللي هي كرة القدم عم تنتهي من خلال إصابة، فكانت كمان بموقع مش بمحله. يعني في هذا العام بالتحديد رئيس الاتحاد الفلسطيني اتصل فيي وقال لي رح نعمل مباراة دولية ما حصلتش بتاريخ الدول العربية ولا بفلسطين، دولية يعني رسمية، وبحضور الفيفا وبحضور الهيئات وبحضور المنظمات، ورح تكون ب 26/10/2009، فمن نحضر لها بطريقة ممتازة. أنا كنت الصراحة بشهر 9 بدورة بالأردن لكرة القدم، بآخر يوم من الدورة صار عندي إصابة بركبتي بالرباط الصليبي، يعني بطريقة حتى مش إصابة، كانت نتيجة احتكاك مع لاعبة أخرى، نتيجة دوران فعمدتك. فأنا ما استوعبت الفكرة، لأني ما كنت واعية على موضوع الإصابات الرياضية أصلا، مجرد إصابة خفيفة. ولكن أصروا في الاتحاد الأردني الشقيق أنهم يقضوني على الطبيب ليشخص الحالة وهيك. فالطبيب قال لي مبين في قطع بالرباط، قلت له لا مستحيل، أنا عندي الشهر الجاي مباراة قوية جدا أنتظرها من سنين. لم تتقبل التشخيص. لم أتقبل التشخيص، وكانت هاي المباراة بالنسبة لي الحلم اللي عم بنتظره لما بلشت ألعب كرة القدم. الاستاد، الجماهير، داعمين للمرأة، الإعلام، الصحافة، لأنه هاي كلها كانت الخيال تاعي وأنا صغيرة، إنه يوم من الأيام هذا رح يصير. فلما تقبل هاي الفكرة فبلشت في العلاجات الطبيعية وعلاجات القديمة، تلفي إجرك بالتقليدية والطبيعية، ما خلينا ولا شيء. ولكن للأسف الإصابة كانت حادة بشكل منعتني من المشاركة. وبالنسبة لإلي هاي كانت من لحظات الحزينة جدا، يعني بكيت أكثر مما بكيت أي مكان تاني بحياتي. كانت مؤثرة جدا، لأنه أنا كنت الكابتن والناس كلها جايدة تحضر الكابتن، ويستمدون قوة الفريق، الفريق كله يستمد قوته من المهاجمة بس بالآخر يعني دخلت على المباراة كم دقيقة للمشاركة، لأحس الجمهور، لأحس الحضور. طبعا قدرتي هذه المرحلة الصعبة باقتدار، واستطعتي تحويلها إلى نجاح، وأصبحتي لاحقا عام 2012 مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأول عربية تتولى وتشغل هذا المنصب.